لا هما كده كده سقوا التوك توك. هو بص اولاد سليم اللبانين قالوا ايه؟ هتعورني هعورك، فدي ناقصه للستات. لا هي الستات في مصر سقت كل حاجه والله الصراحه، ما فضلش اي حاجه ما تسوقهاش. يعني هم كده كده سووا الحمير وسووا العجل وسووا كل حاجه سووها. سوقنا احنا كمان، سوق الرجاله يسوقوا مثلا ملصقه نقل عالي كده يخربوا بيتنا. نقل عالي هيخربوا بيتنا. سوق الهبل سايسوه، لو سواها اكتر من كده احنا هنروح فين؟ ما استسوق تكاتك تكاتك. لا هي خلاص مش ناقص لها اي حاجه، خلاص وصلنا لاخر مرحله. يا دين النبي الحلاوه دي. ماشي الستات في مصر ناس تسوق القطر. القطر صحيح ناس تسوق موتوسيكلات. تسوي ايه؟ تسوي يا خالتي فيسبوك برضه مش جايبه معاهم. دول عايزين حاجات كده اكشن، عايزين حاجات بتموت، حاجات بتقتل. واحنا معناش فلوس، احنا لو احنا معنا فلوس اقسم بالله نركب اي حاجه، مكان عربيات اي حاجه. فانا احب اقول لكل ست سعوديه تسوق ايه؟ تسوق قطر، تسوق دبابه. ايه دبابه؟ الستات مع الدبابه. العوق العوق. والله احنا نفسنا نسوق مكن والله، ونفسنا نسوق عربيات، بس هو دلوقتي الظروف وحشه. يعني هي الدنيا بقت الحاله ده خالص.